كاملين اخبارنا والخبر القادم من اخبار الكره الطائره. الاتحاد قرر ان هو برئاسه طبعا الدكتور سامح حمدي حدد يوم 21 سبتمبر لاقامه مباريات الدور قبل النهائي من بطوله كاس مصر للفريق او لفرق الرجال للموسم الحالي 2019-2020. الدور قبل النهائي هيشهد مباراتين، الاولى بين الاهلي والزمالك، والمباراه الثانيه هتكون ما بين طلاع الجيش والاتحاد السكندري. الاتحاد قال ان الماتشات هتتلعب على صاله نادي الصيد بمدينه 6 اكتوبر وهتكون بدون جمهور. النادي الاهلي كان نجح في حسم لقب الدوري رغم الخساره في مباراته امام الزمالك اللي خسرها بنتيجه 3 اشواط مقابل شوط واحد بعد ما كان متقدما في الشوط الاول، ولكن نادي الزمالك قدر ان هو يقدم مباراه جيده جدا زي ما استعرضت مع حضراتكم في خبر حلقه الامس، وقدر ان هو يعود ويقدم 3 اشواط جيده جدا ويتفوق على النادي الاهلي في النهايه ليعكر صفو النادي الاهلي في الاحتفال بهذا اللقب. كاميرا ملاعب الابطال ايضا كانت متواجده في مباراه تتويج النادي الاهلي بلقب دوري الكره الطائره. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل حلقتنا النهارده من برنامجكم ملاعب الابطال. الحقيقه الحمد لله، يعني احنا ما كناش متوقعين ان احنا هنخلص الدوري بالصوره دي، والحمد لله ان احنا قدرنا نمر يعني بمشاكل كثيره وعقبات كثيره، لكن الحمد لله احنا قدرنا نتغلب عليها وكملنا الدوري كله. يعني في بس حاجه كده بسيطه على المركز الثالث بتاع الرجال، هو بس اللي عليه خلاف شويه بنحله ان شاء الله. فطبعا اجواء النهارده يعني مباراه نهائيه بين اهلي وزمالك، والزمالك فاز يعني، والحمد لله ان كانت التحكيم وكل حاجه كويسه، والحمد لله ان احنا قدرنا نخلص دوري. يعني انا بعتبره ده انجاز في ظل الظروف اللي مرت بالكورونا ومرت باللاعبين والمدربين بكل عناصر اللعبه، الحقيقه مروا بظروف صعبه جدا جدا، فكنا ان احنا نقدر نخلص حاجه زي كده يعني الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نخلص الدوري. لما البطوله ابتدت بتاعت الدوري كنا ماشيين بريتم كويس، وطبعا جه موضوع الكورونا الدنيا وقفت، وكانت فتره طويله ان احنا نرجع بسرعه، يعني لان بعد الكورونا اخذنا شهر واحد بس ان احنا نرجع، فطبعا كانت صعبه. يعني لسه عندنا كمان نهائي الكاس، فالماتشات كلها ورا بعض، وكانت فتره الاعداد كانت قليله جدا. يعني المنافسه كل سنه بتبقى ما بين الاهلي والزمالك، يعني يعني يمكن حتى احنا كسبنا الاهلي في الدور الاول وكسبناه في الدور الثاني، بس يمكن هو الفرق نقط يعني بسيطه. في البدايه بقول الحمد لله على مكسب الدوري. ماتش الزمالك زي ما الناس كلها عارفه دي بتبقى بطوله خاصه بينا وبين الزمالك، لكن النهارده الموضوع كان الجهاز الفني ليه راي ثاني ان احنا نريح اللعيبه بتاعتنا. عندنا لعيبه كتير مجهده، احمد صلاح ركبته تعبانه، واحمد سعيد عنده شد في رجله. احنا مش بنبرر الخساره، بس ده وضع قائم، ده وضع طبيعي. احنا عندنا ماتش مع الزمالك يوم الاثنين اللي جاي، فكان لازم نريح اللعيبه بتاعتنا، واللعيبه اللي لعبت النهارده ما كانش يومهم، بس يعني هم رجاله بس ما كانش يومهم. يعني الحمد لله على كل حال. الحمد لله مبروك لجماهير النادي الاهلي، بطوله الدوري حسمناها الحمد لله من يوم الجمعه اللي فاتت. مبروك للجمهور والحمد لله. لا انا بالنسبه لي انا كان موسم مش صعب، بس ده كان موسم معجزه ان انا اكسب البطولة العربية والدوري. يعني لو رجعنا بالذاكرة لكده لورا، كان 7 بطولات للمنتخب، انا تقريبا المنتخب يعني تقريبا 9 10 من النادي الاهلي. يعني كان في اخفاقات كتير جدا في المنتخب، دي اثرت على الاولاد عندي في الفرقة. قلنا احنا نكسب البطولة العربية، وجت ازمة كورونا 3 اشهر ونص توقف، قدرنا الحمد لله ان احنا نوقف اللعيبة على رجليها ونكسب الدوري قبل نهايته بماتش. يعني ده ادتني حريه شويه ان انا اجرب ناس يمكن صغيرين في السن في الماتش دوت. الحمد لله كانت تجربه انا اعتز بيها، ان انا نزلت واحد الحسيني عنده 19 سنه يلعب ماتش اهلي وزمالك. يعني هو الضغط العصبي شويه كان عليه كتير شويه، بس الحمد لله يعني انا راضي عن ادائه بصراحه. الحمد رب العالمين، معانا جهاز فني محترم على اعلى مستوى. مش اول مره نحسم الدوري قبل نهايه الدوري. طبعا عندنا مجموعه كويسه جدا، ومستقبل ان شاء الله النادي الاهلي ومصر باذن الله، مجموعه من الناشئين ومجموعه من الشباب ومجموعه طبعا خبرات لعيبه كبيره، فطبعا في انسجام بيننا. لسه طبعا في ناشئين منضمين لينا من فتره، بس الحمد لله رب العالمين في انسجام، مش من السنه دي، بقول لك من سنين كتيره، بقى لنا 4 5 سنين مع بعض. ان شاء الله رب العالمين نفضل نكمل على كده، وان شاء الله مستقبل النادي بخير باذن الله. طبعا اول بحييه وبقول له ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله، وترجع تفرحنا تاني وترجع تهدف تاني. طبعا الفرقه كلها بتحب طبعا كابتن مؤمن زكريا، ودي اقل حاجه نقدر نقدمها له في محنته ديت. ان شاء الله نقول له ربنا يرجعك بالسلامه لنا ان شاء الله، ومنتظرينك باذن الله.
طبعا كنا بنقول مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمد مصلح المدير الفني لفريق الكره الطائره في النادي الاهلي وكل اللاعبين بعد تتويجهم بلقب بطوله دوري الكره الطائره، بنقول لهم مبروك من هنا من برنامج ملاعب الابطال.